أسلوب سلطاني للدفاع هو هذا الأسلوب، أسلوب التحرك، أسلوب ديناميكي وقدرة الانحناء، أي هذا يعكس مستوى كبير للمرونة اللي يتمتع بها، وكذلك حتى اللياقة البدنية اللي تخليه يتحرك هكذا طيلة المنازلة. لحد الآن سلطاني حسين لكن بذكاء كبير في الوقت اللي شاهد رزانة وهدوء كبير من طرف البلغاري تونتشيف. البلغاري تونتشيف هنا اللي يحاول يتجنب هذه اللكمات بصعوبة كبيرة، يفاجئ سلطاني حسين لما يعودنا دائما انه يحاول يعمل خلفا، لكن في بعض الاحيان ينطلق بسرعة كبيرة. كل هذا العمل سمح له فقط من تسجيل نقطة واحدة، بينما العمل بطيء وقليل جدا من طرف تونتشيف البلغاري. سلطاني حسين يحاول يقدم هذه النقاط اللي نظن ما تتسجلش، وتنتهي هذه الجولة الأولى لصالح سلطاني حسين بتفوق طفيف جدا. سلطاني حسين للتذكير فقط لمن فاته الأوان أنه هو من مواليد 27 ديسمبر سنة 1992، 23 سنة، إذا صاحب الميدالية البرونزية للألعاب الأولمبية الأخيرة، بينما في الصورة تونتشيف 23 سنة صاحب المرتبة الخامسة في الألعاب الأولمبية، اللي حاليا هو منهزم بفارق نقطة واحدة. إذا شاهدنا ما جولة ما كانش فيها عمل كثير خاصة من طرف تونتشيف. تونتشيف اللي ظهر عليه عمل ستاتيكي كثير، إذا عقلة التحرك في الوقت اللي يحاول يهاجم يحاول يبحث عن اللكمات القوية، وسلطاني كان يعمل بجانب ديناميكي، دفاع ديناميكي. إذا شاهدناه الجولة الأولى كلها دون أن يحمي وجهه بذراعين، ويواصل في نفس الأسلوب اللي ينطلق به. طبعا وما انتظرش تغيير فيما يخص أسلوب الدفاعي للسلطاني، قلت هذا الأسلوب طبعا اللي هو أسلوب دفاعي ديناميكي يستعمل كثير. ممكن نتذكر عدد كبير من الملاكمين الجزائريين اللي لكموا بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة، لكن قلت من بين المخاطر اللي تعرض الملاكم أنه لا تلقى لكمة قوية. طبعا ما كانش هناك إمكانية تخفيف هذه وتلطيف هذه اللكمة. حاليا سلطاني حسين يبقى متفوق في النتيجة ويطبق نفس العمل مستقيمة باليمنى، ما توصلش بدقة لازمة لاحتسابها من طرف الحكام. حاولت اللكمات القوية، وسلطاني شاهد في هذه الطريقة اللي ينطلق بها يتفاجأ بها الخصم. طبعا عنصر المفاجأة هو اللي يمثل كذلك نقطة قوة بالدرجة لسلطاني حسين اللي مرر هذه المستقيمة باليمنى. طبعا المجهودات الكبيرة اللي يبذلها في هذا التحرك هو سلطاني حسين، اللي نسأل عن قوة تحضيره في هذه الدورة لمواصلة العمل طيلة الجولات الثلاثة. ذكي جدا وشاهد الطريقة البارعة لاستعمالها في تجنب اللكمات اللي يتمكن الآن البلغاري تونتشيف من تعديل النتيجة نقطة واحدة. اللكمة اللي ما شاهدناش بوضوح كبير في الوقت اللي السلطاني هو الكاخر طبق عليه ما يسمى بالفوس جارد، اي الحراسة اللي تبدأ باليمنى. اذا هنا يستعمل هذه المستقيمة يمنى ثم يسرى، ويحاول عمل مضاد، لكن الحكام ما يسجلوش هذه النقاط طبعا، وهذا كان منتظر لو احنا به خلال بداية هذا النقل اللي قلنا انه امكانية كبيرة لمحاولة ارضاء رئيس لجنة التحكيم ارضاءه من طرف القضاة حتى طبعا يفتح لهم ابواب ومجالات اخرى. هذه نقطة هامة. لانه شاهدنا بعض اللكمات اللي كانت اوضح من اللكمة اللي قدمها تونتشيف ولم تأخذ بعين الاعتبار، مثل هذه الخاطفة لحد الآن لكمتين تمكن من توصيلهم سلطاني اللي لكم بنفس الذكاء
بنفس الذكاء وبنفس الخبره، اذا متقدم نفس من ما، واخرى خاطفه لحسن الحظ انها سجلت، لحسن الحظ انها سجلت. اذا نقول اليوم بدون تحيز انه العمل اللي يتم من طرف القضاه يتم بطريقه ضعيفه وغير مرضيه. طبعا ارضاء رئيس لجنه التحكيم هو يفوت بالدرجه الاولى بدلا من ارضاء الملاكمه، تشجيع الملاكمه. طبعا ونشاهد هذا العمل الاسلوب الضعيف للطونتشيف اللي يظهر انه طبعا يلاكم بهدوء كبير دون البحث عن توصيل اللكمات، ينتظر ما هي الفرصة اللي تسمح اللي يفتحها له سلطان حسين. سلطان حسين اللي منذ البداية هو أكثر ديناميكية، هو أكثر روح هجومية، رغم أنه لأنه العنصر الهجومي للسلطاني كان يظهر في الانطلاقة السريعة من وضعية، مرورا من وضعية الدفاع إلى وضعية الهجوم. كل هذا عمل جميل قدمه في هذه المنازلة سلطان حسين اللي شاهده يمرر بعض اللكمات. طبعا هذه اللكمة كانت ضعيفة، وهذه اللكمة اللي ممكن سجلت او لا تسجل، لانه مرر لكمتين خاطفة مثل اللكمة اللي شاهدها الان، لكن على الاقل ثلاث لكمات سجلها سلطان حسين ولم يعطى اليه الا لكمة واحدة، نقطة واحدة. تحيز كبير من طرف القضاة في هذه المنازلة الخاصة بوزن 60 كيلوغرام، وهذا كان منتظر منذ البداية. قلت لا اريد التبرير اي نتيجة، وانما الشيء اللي تعودنا عليه في هذه المنازلات هو مشاهدة القضاة اللي حوسوا بالدرجة الأولى إرضاء رئيس لجنة التحكيم البلغاري. لو كانت النتيجة مع ملاكم آخر ممكن نشاهد نقاط أخرى طبعا، وهذه ماهيش ملاكمة اللي نعيشها الآن، خاصة من طرف تونتشيف، لأنه في بعد جولتين ثلاث نقاط تسجل فقط، منها نقطتين لسلطاني ونقطة واحدة لتونتشيف. مبادرة ضعيفة من طرف تونتشيف اللي يوجد دائما التحرك والديناميكية أفضل بكثير من ناحية العروض، وهذه اللكمة